النساء إثنان وكاد أربعة وقالت يا ابن أمي يا اليتيمة تكون في عين وليها تجاركه في مالي ويعتقه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يفسد في سفرها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فهم أن ينكحهن إلا أن يمسكوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصلاة وأمروا أن ينكحن ما ضرر الآية الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قال تعالى وقول الله تعالى في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره بين تكون قليلة المال والجمال فهم أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله عز وجل وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء الذي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن قالت ان تلك اليتيمه تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها ان تزوجها ويكره ان يزوجها غيره فيشرك في ماله فيعذرها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو سمد قال اخبرنا هشام عن نبيه عائشه رضي الله تعالى عنها في قوله عز وجل يستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن الآية وألت هذه اليتيمة التي تكون عند رجل لعلمها أن تكون قد شركته في ماله حتى في العتق فيذهب يعني أن ينكحها ويكره أن ينكحها رجلا فيشرك في ماله فيعدلها وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهم في قوله عز وجل ومن كان فقيرا فقيرا فليأكل بالمعروف وقالت انزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه اذا كان محتاجا ان ياكل منه وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو سعد قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وهم في قوله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت انزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعلوم. وبه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسلام وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله عز وجل إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قال كان ذلك يوم الخندق وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا هشام بن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية قالت إن تلك المرأة تكون عند الرجل فتقول صحبتها يريد طلاقها فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حلمني فنزلت هذه الآية. به قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو سمعه قال حدثنا هشام بن عروه قال به عن عائشه رضي الله تعالى عنها في قوله عز وجل وان امراه خاضت من بعدها نشوزا او اعراضا قالت نظرت في المراه تكون عند الرجل فلعله ان لا يستكثر بها وتكون لها شقه وولد فتكره ان يخالفها فتقول له انت في حل من شاني وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاذ عن هشام بن عروه عن ابيه قال قالت لي عائشه رضي الله تعالى عنها وهم يا ابن اختي امروا ان يستغفروا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصدقوهم وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سلمه قال حدثنا هشام بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بني قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه بن الغيره بن النعمان عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال اختلف اهل القوه بهذه الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر بن عبد الله في قوله عز وجل اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ولنهر من الجن اسلموا وكانوا يعملون
يعبدون فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن وبه قال حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة وبه قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن علي بن جعفر عن شعبة عن سليمان بهذا الإسناد وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي قال حدثنا حسين بن قتاده عن عبد الله بن معبد الزماني عن عبد الله بن عقبه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وهم اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم وسيلا قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فاسلم الجنيون والانس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون فنزلت اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم وسيلا وبه قال حدثني عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن ابي بشير عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومنهم سوره التوبه قال التوبه قال بل هي الفاضحه ما زالت تنزل منهم ومنهم حتى لو انه لا تبقي منا احد الا ذكر فيها قال سوره الانفال قال تلك سوره بدر قال قلت فالحشر قال نزلت في بني النذير وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم عن ابي عيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال خطب عمر رضي الله تعالى عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد الا وان القمر نزلت عليهما يوم نزلا وهي من خمسه اشياء من الحنطه والشعير والتمر والزبيب والعسل والخمر ما خامر العقل وثلاثه اشياء وددت ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الينا فيه الدنيا فيها الجدة والكلالة وأبواب من أبواب الربا وبه قال حدثنا أبو كريم قال أخبرنا ابن إدريس قال حدثنا أبو عيان عن الشعري الشعبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من الغناب والتمر والعسل والحنطة والشعير والقمر ما خامر العقل وثلاث أيها الناس ولدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعيد إلينا فيهن أحدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا إسحاق بن داود قال أخبرنا هشام بن موسى قال أخبرنا أبي حيان بهذا الإسناد بمثل حديثنا بيان مثنى علي في حديثه العنب كما قال ابن إدريس في حديث إدريس بن عبد الزبيب كما قال ابن مسلم وبه قال حدثنا عمرو بن قرادة قال حدثنا هشيم عن أبي حاشم عن أبي مدلج عن قيس بن عباد رضي الله تعالى عنه قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا ربهم إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن ابي هاشم عن ابي مدلج عن قيس بن عقباد رضي الله تعالى عنه قال سمعت ابا ذر رضي الله تعالى عنه انهم يقسمون نزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم وصلى الله عليه وسلم